إيه كنشارك في ورشة الرسم ديال الطفل تحت الإشراف ديال الأستاذة كوثر. كنجي وأنا صغيرة، مي عندي 4 سنين وأنا كنتعلم نرسم، وكل عام كنزيد طور الرسم ديالي وكنلقى راحة ديالي في الألوان، وكل عام كنزيد الخبرة فيها. كنشكر موسم أصيلة حيت كيعطينا فرصة نتعلمو الرسم، وكل واحد كيزيد الخبرة ديالو وكيوفرونا الألوان والصباغات المائية والفرشات. تنخدم لوحات فيهم داك المدينة القديمة تاع أصيلة، رسمت باب تاع مراكش وباب تاع أصيلة، وهذاك جيت لأصيلة داك تنرسم ونشوف الاعمال الاخرين باش نتعلم، وتتقول لينا المواضيع متخص كيفاش اش نرسمو، وتتعاوننا في هذاك الشيء. كيعجبني الفن التشكيلي، بابا هو مولاي يوسف، هذاك حتى هو تيدير لا ليتوغرافي ولا غرافيور ولا بانتور. وعندي لوحات على برا، وعندي بزاف جيت خدمت في هاد لاتولي. كنهتم بالورشة ديال الطفل خلال الموسم. هاد العام كان عملنا الجداريات في الأول، ومن بعد الجداريات عملنا الورشة ديال الطفل اللي شارك فيها تقريبا 200 طفل. كنعملوا أفواج باش كيكون فوج الصباح وفوج العشية، باش نحاولوا نجيبوا الأطفال كاملين يشاركوا في الورشة. وفي الآخر ديال كل موسم كنعملوا معرض كالفنانة الكبار، وكيكونوا هما فرحانين بزاف وعارفين على ان اللوحه ديالهم اللي كانت كترسم على ورقه بيضاء وصلت للبرواز ووصلت للمعرض جميل وفيه بزاف ديال الفنانه، هما الفنانه كبار حداهم وهما كيرسموا هادشي، الو هما كيحسوا على ان العمل ديالهم ما مشاش غير هكا، كاين الاعمال اللي كتبوروز بالاخر، وان الطفل يقدر غدا يصبح فنان. مشاركتي في مهرجان أصيلة جاءت على قسمين، القسم الأول هو إنجاز عمل جداري، كان افتتاحه من أسبوع من ضمن الجداريات، فكانت جدارية كبيرة. والمشاركة الأخرى ضمن مشغل الفنانين، وعملت فيه 4 لوحات قماشية كبيرة فيها الخط العربي واستيحاءات الخط العربي، وحول نوع من التناسق البصري ما بين المناخ أصيلة والأمواج، واستيحاء هذا المناخ من هذه المنطقة ومحاولة بثه في اللوحة التشكيلية. العمل الخطي بمعنى بشكل تجريدي وليس بشكل تقريري كما متعارف عن اللوحة التقليدية الخطية. مشاركة اليوم بلوحات تشكيلية هنا في فضاء الورشة اللي اشتغلنا مجموعة من الفنانين داخل الورشة، وهذه كان نهاية كان احتفال ومعرض ديال التيمار ديال الورشة مع مجموعة من الفنانين اللي هما عالميا، وهذا كان واحد فحال نقولوا واحد ثمره ديال الاجتهاد الفنانين والابداع ديالهم داخل الفضاء وفي مدينه اصيله خاصه، اللي كتعطيني الفنان واحد الطاقه، واحد الجو الابداع. انا بالنسبه لي هذه ثاني مشاركه ديالي في مهرجان اصيله. اول مشاركه كانت عندي في 2017 في الجداريات، وهذا العام شاركت في المرسم ديال اللوحات، وانا سعيد جدا بتواجدي في هذا الحفل الفني اللي هو عنده يعني هذه 45 سنه ديال التاسيس ديالو، وهذا شرفنا كبير بان يعني المشاركه ديالنا كانت كوانسيدي مع هذا ليفينمون هذا. وكان واحد يعني دوزنا هنا اكثر من تقريبا 15 يوم في واحد الجو ديال الاخاء.